يعني رجعنا لكم كمان مرة، واليوم وهلا صار وقت استضافة كرفانية. اليوم رح نحكي لكم عن مشروع جديد وغريب من نوعه علينا احنا في الأردن. عم نحكي عن مشروع اسمه ناس عمان. ناس عمان هي صفحة افتراضية على موقع فيسبوك. الفكرة مش جديدة عالميا، لأنه هي انأخذت من صفحة موجودة بمدينة نيويورك. شو هاي الصفحة بتعمل؟ هاي الصفحة بتعمل مقارنات بين الأشخاص وبين الناس اللي بسكنوا المدينة، الناس الأغنياء، الناس الفقراء، الطبقات الموجودة في المدينة كلياتها، متعلمين مش متعلمين. كل هاي الأشياء بتتوثق بشكل صور وبتتفاعل معها سكان المدينة من خلال هاي البيج. ضيفنا لليوم علي الحسني، هو هيك حس انه مدينة عمان انه فيها هاي الاختلافات كلياتها، وفي عنا شرق وغرب عمان، فيعني هو رح يكون معنا اليوم باستوديو كرفان وهو صاحب هاي الفكرة. اهلا وسهلا فيك يا علي. اهلا وسهلا فيك. نورنا علي. الله يخليك يا رب. كيفك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. نبلش بداية علي، تحكي لنا عن المشروع ولمين موجه؟ مشروع ناس عمان هو مشروع تصوير فوتوغرافي. اللي بنعمله بكل بساطة انه بنطلع بنمشي بشوارع عمان وبنصور الناس عشوائيا، وبناخذ منهم تجارب حياتهم اليومية او تجارب مرقوا فيها بحياتهم، وبنصورهم صورة وبننزل هاي الصورة والتجربة تبعتهم بننزلها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك، تويتر، انستغرام وما إلى ذلك. ممتاز. أستاذ علي، طب نحكي شوي، كيف متى بلشت في المشروع هذا؟ بدأت المشروع هذا بديسمبر 2012. ديسمبر 2012، بعد ما شفت الصفحة الرئيسية اللي هي Humans of New York لمصور اسمه براندن ستانتون. طب شو الهدف كان من المشروع في البداية؟ هو الهدف اللي كان ما زال، بس تعلمت أكثر من 2012 لحد هلأ. يعني بأول ما بلشت أطبق هاي الفكرة اللي كنت أعمله أني بس أطلع أمشي وأصور الناس، ما أتحدث معهم. بس بعدين لقدام شوي تشجعت بعد ما قرأت أكثر عن كيفية. بدنا نشوف صور هلأ علي، مش في أوكي. صور نعمل عرض. أوكي. وزي ما كنت أحكي أنه بلشت أطبق الفكرة بحذافيرها، وهي أني أتحدث مع الناس، يعني أكون صداقات معهم، أحاول أفهم تجاربهم الحياتية سواء كانت منيحة أو سيئة. وهينا الحمد لله مستمرين هاي 2016، والحمد لله نجاح كبير. ممتاز. طيب علي، بدنا تحكي لنا عن قصة هيك مؤثرة فيك، أو أكثر قصة هيك حسيتها ملفتة ولفتت انتباهك أنت شخصياً. والله في القصص، يعني أنت متخيلة أنه إحنا مننزل حوالي قصة إلى قصتين في اليوم. فأنت بدك تعدي قديش في قصص، يعني فكلهم تقريبا في لهم معنى كبير بالنسبة لإلنا إحنا كلنا كفريق ناس عمان. طبعا مش أنا عم بحكي، ما عم بحكي عن حالي، بحب أوجه لتحية لفريق ناس عمان الرائع اللي قاعد عم يتابعني هلأ ودعموني نفسيا، كانوا شغالين معي واتساب بدعموني بضحكوني و هيك دخلوني في المود. احنا بدنا نوجه لهم احنا كمان من استوديو كرفان اجمل تحيه على هالمشروع الجميل. الله يخليكم يا رب. علي، في سمعنا عن إشي اللي هو عم بتحولوا الصور لكتاب. يس. تحكي لنا اكثر عن كيف هذا الإشي. شو هذا؟ اقوى إشي احنا عم نشتغل عليه هلا. هذا إشي يعني يعني عم نحط كل دمنا وقلبنا فيه، لانه بدنا نحول كل مجهودنا، واحنا اوريدي عم نعمل هذا الكلام من الصور وقصص، نحطها في كتاب. هدول الصور والقصص اكسكلوسيف، ما حدا شافهم غير اللي بينشروا، غير اللي بينتشروا. في طبعا نسبه قليله من اللي بينتشروا عشان نخلي الناس يحسوا بالتقارب اكثر للموضوع، يعني يتحمسوا اكثر يشوفوا شيء بيعرفوه اوريدي. طب بدي اسال سؤال. هلا انت قلت بتاخذ قصص لاشخاص، كيف بتم عملية اختيار الأشخاص؟ يعني مثلاً بتختار بناء على آلية معينة ولا عشوائي؟ يعني أنا مثلاً ماشي بصوفية، أوكي؟ شفت واحدة عم تعمل شوبينج، ماشي، البني آدم هادي لابسة لفحة غريبة شوي مثلاً، أوكي؟ بروح يعني بحاول إني أدخل عليها هيك، أسألها كيف حالك، شو أخبارك، بكون صداقة معها أول إشي. بعدين ببلش أقولها مين أنا وأنا كيف وشو اللي بعمله.
إذا رضيت كان بها، إذا ما رضيت بدنا نحترمها ونضلنا ماشيين. طيب يا علي، إحنا اليوم أنا حبيت موضوع علي مع ماكدونالدز، أنا من شوي وأنا مرشح وهيك عم تطلع معي، ليش مش عارف توصل على ماكدونالدز؟ يا زلمة هلكوني يا زلمة، والله العظيم هلكوني، كل شوي أقول لك علي أنا واقف عند ماكدونالدز، هلأ لسه على الواتساب بعتوا لي علي أنا واقف عند ماكدونالدز، كأنه الواحد ناقصه، استلموني. طيب أنا اللي أحكي لك إياه كنت إنه بالنهاية مشروع حلو وهيك وعرفنا عنه أكثر. أنا اليوم كمستخدم للفيسبوك أو إنستغرام لما بدخل، لو هيك الهدف النهائي من هذا الموضوع شو بوصلني أنا كمستخدم للفيسبوك؟ أنت بتتعلم من تجارب الناس. أها يعني حلو. أنت بتشوف حدا مرأ بتجربة سيئة وأنت مريت بتجربة سيئة وكنت مفكر حالك أنت الوحيد اللي مارق في هالتجربة وعم بتعاني قاعد وصراع داخلي ومن هالقصص، بعدين بتشوف واحد عنده مصيبة زيك تقريبا لا سمح الله طبعا يعني بتشوف واحد عنده مصيبة زيك بتقول من مبدأ اللي بيشوف مصيبة غيره بتكون على مصيبته وبتتعلم بتشد حيلك بتصير قوي بتصير إيجابي وحلاوة الموضوع إنه إحنا بننقل فعلا الواقع يعني هذا الإشي. طب علي نحكي شوي عن التنوع الإنساني والسكاني الموجود بمدينة عمان اللي أنت عم تحاول تنقله للناس على السوشيال ميديا عن طريق كاميرتك اللي أنت عم هيك تصور بتعمل قصة للناس. نعم. نحكي شوي عنه هذا التنوع، قد ايه في تنوع بعمان؟ تنوع عمان شو بدنا نحكي عن عمان؟ عمان بتاخذ العقل، الناس فيها مختلفين، كل شارع فيه حدا شكل، مغامرة كل يوم لما نطلع نروح يا إما على جبل التاج يا إما على عبدون، يعني تناقض فظيع، أجواء مختلفة كليا، طريقة تفكير مختلفة كليا، ناس عقلياتها مع احترامي للجميع جدا مختلفة على مختلف المستويات، وهذا اللي إحنا يعني أكثر إشي نستمتع فيه، كل المستويات موجودة عنا، كل إشي النيح والعاطل يعني مش عارف. طب علي بدي أسألك سؤال، هلأ أنت رحت على حدا بالشارع أو بمول ماشي وسألته وقلت له احكي لي قصتك، قد ايه تقبل الناس لهذا الموضوع؟ يعني مثلا تلاقيهم بيحكوا لك قصة وبيحكوا لك تفاصيل في، وكيف تفاعل الناس مع هاي الفكرة؟ مرة كنت ماشي بالسلط جيت لخضرجي بقول له كيف حالك؟ تحدثنا شوي مع بعض، راح دخل علينا واحد هيك انتو وايش بتعملوا؟ واطلعوا برا وانتو خربتوا الدنيا، ليش ايش مالك يا زلمه ليش بتحكي هيك؟ ايش في يا زلمه طول بالك مش ماسك مسدس بطخك انا يا زلمه طول. يعني الناس يعني كيف بتنظر للكاميرا يعني كثير متفاوت. انا اقول لك ليه، لانه مرات تيجي بدك تسال سؤال للناس بقول لك لا ما بدي اجاوب، فما بالك تقول له احكي لي عن تجربه صارت معك بحياتك. يعني سوري انا مرات بروح على ناس بيقولوا لي لا ما بدنا نشتري منك شيء، طب انا عرضت عليك شيء ايش بالكم كل واحد معاه كاميرا يا سيدي احنا بالعكس احنا مبسوطين بوجودك علي معنا. انا بالنسبه لي بشوف انه علي من الكاركترز والشخصيات اللي هو بالعكس مريح، يعني الناس ممكن تحكي له تجربها وقصصها بعدين بروح بقول لهم انا العملاق اللطيف انا هذا لقبي هيك الناس بتناديني العملاق اللطيف بروح بقول لهم انا العملاق اللطيف اطلع علي من فوق لتحت هيك بصيروا يضحكوا فبتدخل على طول بخش الموضوع علي شكرا كثير لك نورتنا اليوم باستديو كرفان، جهزوا حالكم بدنا ناخذ قصصكم يلا فيش فيها انا عندي مليون قصه ما فيش أقرب من الموضوع بدي قصص من الاستوديو ايش صار معكم اشياء لا لازم مليان قصص طيب خلينا نطلع فاصل سريع علي ونرجع لنكمل فقرات كرفان.